السلام عليكم متابعي الكرام، أتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية. أصدقائي الأعزاء، لا تغيبوا نقشة الكارو أو المربعات عن عالم الأناقة والموضة عبر السنين، وتعد من النقشات الكلاسيكية والأساسية في إطلالات العديد من الرجال والشباب، وبشكل خاص بتصاميم القمصان الأنيقة والتي تتوافر بالعديد من الألوان الجذابة والراقية. وتتنوع نقشة الكارو بين الصغيرة والمتوسطة أو الكبيرة، وتطغى الألوان الكلاسيكية والتي يفضلها العديد من الرجال على التصاميم، بالإضافة إلى الألوان الشبابية والحيوية والتي عليك انتقائها بأسلوب وستايل متناغم وبعيد عن المبالغة أو البهرجة. وكما نعلم أن الكثير من الرجال يواجهون مشكلة في تنسيق الملابس، لذلك يلجؤون إلى بعض أفراد العائلة أو بعض الأصدقاء لاستشارتهم فيما يلبسون. لكن اليوم عزيزي الرجل، لن تلجأ إلى المساعدة بعد الآن، فنحن نعرض لك العديد من التنسيقات الجذابة للقمصان والستايلات الرائعة مع البنطال والحذاء وباقي القطع الإضافية والأكسسوارات. ما عليكم أحبائي إلا مشاهدة هذا الفيديو، والذي سيساعدكم على تعلم كيف تنسيق ألوان القمصان مع بعضها بسلاسة وببساطة. إذن تابعونا.
حسناً أصدقائي الأفاضل، شكراً لكم على حسن المتابعة ودعم المتواصل، وكالعادة لا تنسوا دعمنا بالاشتراك والإعجاب، ودمتم في أمان الله.